مشاهدينا الأعزاء مرحبا بكم، إليكم موجزا لبعض أبرز أخبار هذا اليوم من القدس دوت كوم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن أنه لن يشارك في القمة النووية في واشنطن برئاسة الرئيس باراك أوباما، ويرسل وزير الشؤون الأمنية دان ميردور بدلا منه، وذلك تحسبا من إثارة كل من مصر وتركيا مسألة امتلاك إسرائيل ترسانة ذرية كبيرة. خلافات داخل اللجنة المركزية لحركة فتح تطيح بمفوض الانتخابات محمد المدني، واحتمال تسليم أمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم رئاسة لجنة الإشراف على الانتخابات. تنظيم القاعدة في العراق يتبنى العمليات الانتحارية الثلاث التي استهدفت سفارات عربية وأجنبية في بغداد وأوقعت 30 قتيلا في الرابع من شهر نيسان إبريل الجاري. مصادر قضائية في تل أبيب تقول إن النيابة الإسرائيلية تدرس إمكانية اعتقال رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت عقب الكشف عن أخطر عملية رشوة في تاريخ الدولة العبرية. الكشف عن قيام صحفية إسرائيلية بتسريب أكثر من 2000 وثيقة سرية من الجيش الإسرائيلي، بعضها يتعلق بإعدام المطلوبين الفلسطينيين بدم بارد. رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض يشارك في اجتماع الأطراف الدولية في مدريد الأسبوع المقبل. إغلاق الحاجز العسكري الإسرائيلي في مخيم شعفاط ليلا أمام حركة السيارات ابتداء من بعد غد ولمدة أسبوعين ونصف أسبوع. حركة فتح تتهم أجهزة الأمن في قطاع غزة باعتقال أحد كوادرها. حلف شمال الأطلسي يعلن عن وقوع 4 قتلى بينهم 3 جنود أمريكيين في تحطم مروحية للحلف في أفغانستان. طفلة بريطانية صماء تستعيد قدرتها على السمع والكلام بعد عملية جراحية فريدة في لندن. للتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.